أهلا وسهلا طلاب الأذكياء المبدعون في حصة اللغة العربية من يوم الاثنين. درسنا اليوم هو التدرب على قراءة الدرس. درسنا كان بعنوان أحسنتم توماس أديسون. هيا بنا لنبدأ بالتدرب على هذا الدرس الجميل. توماس أديسون. توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. مرضت أمه في الليل مرضا شديدا. أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية. لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي، فانتظر شروق الشمس في الصباح. فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما. أجرى أكثر من 99 تجربة. ظل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي. إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر. هيا بنا لنتابع من الكتاب المدرسي. سأبدأ بالقراءة من الدرس وسأعطيك مجالا لأن تكرر من ورائي. توماس أديسون. توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. مرضت أمه في الليل مرضاً شديداً. أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية، لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي، فانتظر شروق الشمس في الصباح. فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما. أجرى أكثر من 99 تجربة. ظل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي. إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر. هيا بنا لنردد الجملتين في أسفل الصفحة. توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. كررها 3 مرات. أحسنت يا بطل. إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر. كررها 3 مرات يا أسد. هيا إلى اللقاء، نلتقي في حصة الغد بإذن الله. مع السلامة.